هما رجعتوا لبعض ومرتك تليفون ما عاد اتصلت فيني. لا ايه والله اذا بدك برجع لك يا لا الله يخليكم لبعض. خذي الجمل بما حمل. اياد لك اياد ايه بابا جيتك جيتك. اهلين اهلين اهلك اخناني في العرق بدك خلع ما تقوم تساعدني ولا قوم بدي فوت لها. اوك اوك واش ان شاء الله ما تواخذيني بتعرفي قديش ولئيم. ولا يهمك حبيبتي المهم انت تدبري امورك. امو طايقته المهم قاعده ببيتي ومع اولادي. كوثر هذا كبر عقل مني. ليلي شو اخبار هذا اللي اسمه مراد؟ اخ يا كوثر شو بدي اقلك شبوبيه غير شكل. والله قوه قلب مني.